السلام عليكم المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما والناس العزاز عليكم. لي لايك والتعاليق والبارطاج فضلا وليس امرا. في هذا الفيديو غادي نهضر على جوج ديال المواضيع، اللايف اللي دارت سعاد اللي ما عجبنيش، والفيديو اللي دارت رويدا ستيل خارجه كتكلاشي في الام ديالها وباقا السيده كتجب بحال لا ما عرفت شنو وكتعرف الام ديالها وزايده فيه. غنبدا بسعاد ديال الاولى. سعاد، هذيك الكبده اللي عندك هنا غير جبديها ودير لها واحد المليحه والكمون والشرمليه مزيان وديرها في المجمر وكوليها، لان الكبده والعاطفه ما خدامهش مع هاد الجنس اللي الوالد لينا. اللي خرجتي اليوم في اللايف ديالك كتقولي تكيسوا عليها، حسبوها بنتكم حق راه هادي بنتك. شوفي بنتك راه ماشي قاصر، بنتك دماغها راه عاد واحد عنده 60 عام، بنتك راه عارفه شنو كدير. اللي قاصر ما كيديرش اليوتيوب سعاد، واللي قاصر ما كيخرجش يضرب في الوالدين ديالو في اليوتيوب. اللي كنعرفها قاصر ديالها ماشي قاصر وكتدخل الخطصه ديال الوزير، هادو كيضحكوا على الشعب ماشي قاصر. على هاد الجنس اللي والد لينا نتوما وكتخرج يا سعاد تقول حقا تكيسوا عليها، حنا حيت بقينا بقيتي فينا انت كأم فهمتي، وقدرنا الظروف ديالك قلنا حشومة يحقروا هاد الأم، ولكن باش طلع سعاد تقول لنا لا تكيسوا عليها حسبوها بنتكم. حنا ما عندناش البنات مسخوطات بحال هاد النوع. أنا كون كانت بنتي هادي غنشدها غنعطيها واحد القتلة ديال العصاب بالزمنة غادا تطيع، بالزمنة غطيع والديها. ولكن نتوما بجوج لا سعاد لا سداري بوكريشا عندكم مسؤولية في هادشي اللي كيوقع للبنت، حيت كون ربيتوها في الأول بالعصا مزيان، العصا اللي ماني عصا والبنت طلع كتخاف منكم من الصغر ما كانش غادي يوقع هادشي. لا تكيسوا عليها، لا حق يحسبوها بنتكم، مش غنحسبوا بنتنا. لا الله ينجينا من هاد الجنس اللي والده لينا، الله ينجينا منه. واش ما فهمتش انا البنت باقا كتضرب فيها؟ شو دابا تعرفي راسك سعاد ديك العاطفه ديالك؟ حنا راه كنهضروا بحرقه عليك، حاسبينك بحال ختنا، علاش حنا كندافعوا عليك؟ حنا بقيتي فينا مراه مظلومه، ما بغيناش هادشي يكون عندنا. الا بغيتينا نسكتو عليها ولا هادي نسكتو عليها، ولكن يجمعوا الخنز ديالهم من اليوتيوب والعيب والعار الهضر عليهم شي واحد. البنت كتطلع كدير فيديوهات كتجبه كتعارف الام ديالها باقا زايده فيه وكتقارن بك انت بواحد اخرى وامي فاس. واش نسيت السعاد ملي قالت لك امي فاسده؟ اي ملي غنسكتو عليها السعاد ونعطفو عليها اذا انت بصح فاسده، ديك الهضره اللي كتقول بنتك كاينه دابا. هذه معادله ما عندهاش الحل، تكيسوا عليها وسكتوا عليها وبنتها تخرج تقول تعايب فيكم وتسب فيكم ماشي مشكل، تعاير فيها وتسب فيها وتقول امي فاسده، امي اتهمتك بالفساد، اتهمتك بالسحر والشعوذه، قالت لك انا ما كنعتبركش، قالت لك انا ما كنعتبركش حيه، انا كنعتبرك متي من شحال هادي، امي هي لبنى، اكثر من هادي راه ما كاينش، اكثر من هادي ما كايناش، فهمتي؟ اكثر من هادي واش ولادك غادي يعتبروك انك ميته وتخرجي تقول الناس عطفوا عليهم؟ راه الكبده انا ما عمريش بحال هاد الكبده. فعلا حنا ما مجربينش الكبده، والكبده ديال الامهات بوحدها والاحساس ديال الامومه وداكشي. ولكن سمحي لي هادشي راه بزاف. الا بنتك بغاتينا نسكتو عليها ولا بغاونا الناس نسكتو عليها، تجمع خنزها عندها، هي باقا زايده فيه اليوم دايره فيديو ها نتوما ماشي بزاف باش سعاد دارت اللايف وقالت لكم حقات كيسوا عليها وحقها غينتاقدوها بشويه وهادي واخا كيسوا عليها. ناضت رويدا ستيل دارت فيديو مشحر اليوم عطات لسعاد علاش كتقلب، بالك كتعطي الام ديالها المسخوطه الاخرى المشرشمه اللي ما خاصهاش تحشم على عراضي اللي دايرها قدا قد راسها. تيب ممكن تيب كان عندك الوجهه رويده السيل كون غبرتي وجهك من اليوتيوب، اللي الشرف ديالك ضيعتيه شحال هادي وخارجه كتجبهي، الشرف بح مشى الشرف وخارجه كتجبهي وجهك قاصح وداك الماكياج وداك الشعر حدا بواها وكيعطيو لسعاد. لا كون مابقاش نقارن الام ديالي بهاد الام، وانت يا رويده السيل نسيتي راسك اللي مسخوطه اللي خارجه كتضربي في الام ديالك، نسيتي راسك انت امك واخا تكون كيما بغات تكون كتبقى الام ثم الام. نسيتي ملي كنتي كتعترفي بنسانك ان الام ديالكم كانت كتمشي تخدم عليكم وتضرب عليكم التماره وتجيب لكم ما تاكلوا والبيتوتي جالس في الدار شاد السداري، نسيتي ونعترفتي براسك؟ كان اودي واد ديال كرويده السير كتعترفي ان امك كانت خدامه عليكم وكتجي معطله في الليالي وكتسهر باش تجيب لكم ما تاكلوا، نسات كلشي هي كلشي هادشي ضرباته في الزيرو. علاش هادشي؟ هادشي جاي من التصاره، من التصاره ديال المتتبعين اللي متبعينهم وكيطلعوا لنا بحال هاد الخنس في اليوتيوب حتى كيولوا يبولوا علينا من الفوق، زائد الفلوس اللي زيغتهم في اليوتيوب ولاو كيديروا المستحيل. دابا شوفوا راه ما توقعوش واحد النهار رويدا ستيل غادي تحبس ما تبقاش عارف الام ديالها، ما توقعوهاش. انا كنسيني لكم عليها، عمرهم ما يحبسوا من الشوهه دابا. علاش؟ حيت ضاقوا الفلوس بالشوهه، حيت ضاقوا يبيعوا العرض ديالهم والمفاتيح ديالهم بالشوهه. سعاد بناتك خاصهم يترباو من الاخر، الا ما ربيتيهمش انت ولا ما ربيتيهمش باب غادي يربيهم بمخزن، لانه متبعينهم وليدات صغار، متبعينهم بزاف الناس. وحده بنت غتشوف ان الام بنت كتضرب في الام ديالها وكتدخل فلوس وكتلبس مزيان وكتخرج وكتدور، حتى هي غتنوض تفتح قناه وتضرب في الام ديالها عندها زايد ناقص.
راه بزاف الناس كيبكيو معاكم السعاد، انت اللي كتقولي تكيسوا عليها، راه الناس كيبكيو معاكم في اليوتيوب، راه داير الناس محروقا على قلبهم من جهتك، كيقول شو هاد الام مسكينه كما حنا، شو هاد الام كي كيضربوا فيها، شو هاد الام كي كيخدموا بها كيدخلوا بها بزاف ديال الفلوس، وحنا غنتكيسوا عليها. ما كاينش شي اسلوب اكثر من هذا غنهضر معاها به، ما كاينش اكثر من هادشي. حنا هادشي راه كنراعيو لك، انا قلت لهم في الفيديوهات وكنعاودها، حنا ملي كنبغيو ننتقدوا ديك الاسره المشوهه، الاسره ديال الزبل، الاسره ديال الويل، كنراعيو السعاد بزاف، كنقولوا حق راه كيبقاو بنياتها وراح الشوبه وهادي، هادشي راه كنراعيو. اما كون ما كنتيش تي سعاد وكون ما عرفناك وشركنا معاك الطعام وشفناك كي دايره، راه بناتك غنخرجوا لهم من تحت السمطه لتحت، الا كانوا هما بنات حنا راه ولاد ما عندنا ما نخسروا، تحت السمطه لتحت غنشرشموا لهم المشاعر، والمخيف مخيف حميرهم يركبوه، مخيف حميرهم يسرجوا ديك الساعه، لانهم هما كنشروا التفاهه والفساد. شوفوا ما توقعوش منهم واحد المره، انا كنقول لكم المشاهدين ما عمركم ما توقعوا من المفرقع وقبيلته غيحبسوا ليكم من التفاهه، والله ما يحبسوا ليكم من التفاهه ومن نتيجه السخط والكلاشات المهم. عرفتوا علاش؟ حيت كيتخلصوا على داك الشيء، كيطلع عليهم مشاهده. البنت ملي كتضرب في الام ديالها كيطلع لها فيديو 100 كا 120 كا، وغدير الروتين اليومي غيوصل لها واحد تعود دخل 20000 في النهار ولا صافي، اوتوماتيكمون غترجع تكلاشي في الام ديالها. راه لاحظتوها الفيديو ديال اليوم، راه وخاصو عاد رطبات معاهم في اللايف وقالت لهم انا غير مسؤوله وتكيسوا على بنتي. خرجت لي مرويده ستيل كتجبه وكتطي الام ديالها البرهوشه الصغيره اللي باقا قاصر، ديك غندير لها فيديو بوحدها في العشيه، حتى هي خارجه دايره فيديو كتجاوب صحاب القنوات تحلل الفم عوض باش تقرا حتى هي، لا محلل الفم ديال اليوتيوب. من اصل القاصرين ممنوع اليوتيوب، انا اللي كنعرفها قاصر ونعطيوها اتساع ما نتاقدوهاش، اللي هي قاصر تبعد من اليوتيوب حيت ما عندهاش حق اصلا تفتح قناه في اليوتيوب، هذه اللي قاصر. الاب ديالهم كيستغل فيهم كيتاجر فيهم كيما بغا، كيدير بروجيات ويدير محلات على ظهر سعاد، وسعاد كتقول لك تكيسوا عليهم حقه وهادي والكبده الله ينعل بواد الكبده، الكبده اللي غتجيب لي الدل نحيدها، انا ندير بلاصه ما عرفتش شنو، ندير بلاصه حجره. حتى تشوفوا راه عينا من صبروا، عينا من ميكو، وهاد العائله غزايده فيه، هاد العائله عاد ما غادوا عاد من غادوا كيطلقوك العروق ديالهم في اليوتيوب، عاد ما غادوا كيطلقوا العروق ديالهم في اليوتيوب. راه فعلا الوالدين بجوج عندهم مسؤوليه في التربيه ديال الاولاد من الاخر، حيت كون كانت البنت كتخاف من كون كان باه شاد حاكم وعطاه العصا، ولا الام ديالها بجوج ومعطاوها العصا، والله ما دير هاد الحاله بالله. ولكن البنت لاقيه الفلوس ولاقيه الحريه ولاقيه خرجي شي دخلي خرجي وقتي بغيتي، المهم باه واش باه اللي عارف بنته متقوبه، انا سمحوا لي غنقطع معاكم الوراق، عارف بنته مع ورجعت مراه مشرشمه وخارج باه كيزغرت، اش كتوقعوا من هاد العائله؟ اش غتوقعوا منهم؟ غيصرعوا لكم النواوي في اليوتيوب؟ عاد توقع منهم غيزيدوا بكم القدام ويقدموا لكم الافاده. باه الشرف ديالو ما غيرش عليه، بقى غنغيروا عليه حنا، نعلبوا هاد الشرف يتشرشم ولا ما يتشرشمش. وسمحوا لينا هو بنادم يكون شويه لوجيك. هو هاد بناتك اسواد خاصهم يتربيو، خاص المخزن يربيهم، ما قديتوش نتوما تربيهم، خال كاين الاصلاحيه اللي كتربي البنات. اصلا راه كاين القانون ديال عقوق الوالدين. البنت طلع في اليوتيوب قالت تحت الصمت تحت سب في الام ديالها، انا امي مقارنه بهذه، كون كانت امي نعتبر امي ميته. اش تسخط كتنشروا لينا واش هاد الويل واش هاد القنوات ديال العهر والفساد؟ ما فهمتش حيت هما دابا عارفين ان هذا هو المحتوى اللي غيطلع عليهم، راه ما يقدروش يبدلوا المحتوى، ما يقدروش يبينوا المحتوى حتى غيسالوا البروجي ديالهم. انا قلتها لكم لان سخط والدين كيجيب لهم فلوس، فلوس الحرام هي باش عايشين دوك الناس، فلوس الحرام. وزادو جابو ديك الزرموميه ديك عينين البوه ديال السريعه اللي كتخطط ليا من المضرب، الا ما ضربتوش في الام ديالكم ما ديروش، عرفوا راه ما غيساليش المضرب ديال الام. وسعاد علاش رجعك انت اصلا للمفارقه؟ باش يخدم بك، باش نكون معاك واقعيين، رجعك باش يرجع عينك باش يخدموا فوق ويبقاو يكلاشي فوق كيما بغاو. من الاخر حتى انت كنت قصحيه، انت سعاد عزيزه وغاليه بصراحه، عزيزه وغاليه وعرفتك ام وكبده، ولكن سمحي ليا اللايف اللي درتي الصباح انا قلقني، وانا عارف ان المتابعين ديالي عندي شي حوايج كضرني انا كنخش كنقولها، حيت ما كاينش شي اسلوب غنهضروا معاه اكثر من هذا. نعلو الشيطان عينا ما نهضروا معاه، ما فلانات نعلو الشيطان الام ديالكم، جمعوا الخنز ديالكم، جمعوا كراسنكم، راكم خنستوا اليوتيوب، الا كنتو نتوما خانزين جمعوا الخنز ديالكم، راكم خنستوا اليوتيوب وكتشوهوا بالصوره المغربيه. راه بزاف ديال الدول، شوف راه شي مغاربه اللي متبعينهم، راه متبعينهم جزائريين، متبعينهم توانسه، متبعينهم ليبيين، متبعينهم بزاف ديال الدول العربيه. ملي غنشوف واحد البنت دايره فاتحه قناه وكتضرب في الام ديالها برهوشه اخرى هي اللي عندها 13 عام كتقول لك لا انا اكثر منكم بالعقل ودايره قناه كتحدى، وملي تجي تهضر عليها يقول لك لا قاصر. كيفاش قاصر؟ قاصر وكتخلص الخلطه ديال الوزير، هذه قاصر
راه انا اللي قاصر، انا اللي قاصر وانتم المشاهدين اللي قاصرين، ولكن لافوت ديال شي متتبعين اللي هما مساخط والدين اللي كيطلعوا، وشي مجموعه ديال القنوات الفاسده اللي كيدافعوا عليهم وكيزيدوا يشجعوهم، كيزيدوا يشجعوا على حقوق الوالدين. لا خرجوا ضربوا في والديكم، كتبقاو قاصرين. يموت انا غدا نجيب وحده من الزنقه، ولا نجيب شي واحد من الزنقه نجيبو ندخلو عندي للدار يكون قاصر، نقول يا خويا دير قناه، دير اللي بغيتي في هذه القناه، سب سب كيما بغيتي، كتبقى قاصر. نعودو حنا ولادنا بلا ما نصيفطو من مدرستنا، ولادنا ما يقراو ما والو. اللي عنده شي ولد يدير لي قناه يقول لي خرج ضرب فيا في اليوتيوب وندخلو الصرف ونعيشو حنا هانيين، علاش غنخدمو حنا ونضربو تماره كاع؟ ملي نتوما ملي كيبقى قاصر، اللي بقى قاصر حنا كاع ولادنا حفظ تعليم قناه. ضربوا ضربوا في والديكم، خسروا الهضره، ديروا اللي بغيتو في اليوتيوب، وما كاينش اللي يهضر معاكم، تهضروا كاين جمعيات غيدافعوا عليكم ديال القاصرين. هادشي اللي بغاو هاد الناس يوصلوا لينا، ندصر من اللاج ديالهم حيت قاصر. اللي قاصر ممنوع يدير اليوتيوب، خاص هاد القانون يطبق في المغرب، اللي قاصر ما يديرش اليوتيوب. من الاخر بما ان اليوتيوب هذا هو القانون ديالها، ان اللي قاصر ما يفاليديش ادسنس لما كانت لما كانش كارت ناسيونال، فحتى المغرب خاص الجمعيات وخاص حتى يوقفوا على هاد الشيء، ان القاصر يمشي يقرا يمشي يدير شي صنعه تنفعو. بنادم ما غيبقاش يقرا، والله القسم الا بنات غيتفرجوا في هاد المؤثرين اللي كيدخلوا الفلوس بحال ما هكا وما قاصرين، غتقول لك انا علاش غادي نقرا؟ علاش غنضرب تماره وفي الاخر ما عرفت نلقى خدمه ولا ما نلقاهاش؟ نتبع هاد القناه انا ونخرج نضرب في الام ديالي. ورا هاد الشيء ديال المشاكل هو اللي ولا خدام في اليوتيوب. نقول لكم اللي كاين، مراه كتنوض تضرب في الام في عكوزتها، راه طالعه القناه دايره مسلسل ضربي فيا نضرب فيك، تيديمو الامانه امانته. البنات دابا شفنا البنات كيضربوا في الام ديالهم، عباد الله اللي عمرها كانت في التاريخ تشفنا على الاسره المشوهه. ما تقولوش لي راه كتمثلوا الاسر المغربيه، حيت حنا ما عندناش هذا الشيء. انا شحال من مدينه شفت عمري شفتي بنت كتضرب تعايف الام ديالها عنانا، كيكونوا باش نقاشات ما بين الام وبنتها في الدار بحال هكا على الشقه على شي حاجه، ولكن نقاشات بساط، ولكن ما توصلش بالواقع حتى تقارن الام شي مراه اخرى مع الام ديالها، وتعتبر مرات الاب ديالها هي امها، وتقول لك امي هي لبنى. اليوم كتقارن مرة تهمي بناني، مو تهمي بناني، لا مو تهمي بناني، كتقلب على الحقيقه وتتوصلي لتهمي بناني. تبعدا اللي قاري ولد الناس كان مو كتشكره، مو كتقول لك ولدي كان مرضي معايا، ماشي كان مسخوط معايا، ما كانش شي عاق معايا، ما كانش مطردق للمراره بحال انت كيما مطردق لسعاد المراره، فهمتي؟ تهمي بناني كان مرضي مهمتو، وداك الشيء مهمتو كتقلب عليه، ومهمتو بغات تعرف واش ميت ولا حي وترتاح، بقات كتقلب عليه لانه اختفى في واحد الظروف اللي غامضه. وتقارني راسك لا امي وكاين الامهات والمشاكل وديك العقروشه الشيبه العاصيه اللي مازال ربي غادي يخلصك انت، هذيك الشيبه هي العاصيه اللي قاس الله كلف عاد كنمضي في امك لا بصح مهم. وتش الشيبه اش من سلعه والده لينا انت، العقروشه اش من سلعه والده لينا انت؟ واحد بيدوفيل راه في الحبس، وهذا راه متهم باغتصاب ديال زينه المحارم، راه كينشر الفساد ديالو مفردك ديال الخلق، نفسه ميته. مع بغيت نعرف ديك النفس اللي عند السيد ما تفهمتش ليا النفس ديالو، بغيت نعرف النفس ديال هاد المفرقه ما تفهمتش ليا. انت مكحلاها بالتشعويد ومكحلاها بالكلاشات، تكلاشي في مرت ولدك السعاد ما خليتي ما درتي ليها حمقتيها، اش من سرعه كتقولي الامهات؟ انت كتعتبر راسك ام صالحه انت دابا موت المفرقه، اللي قبيلتك كامله مشتته، قبيلتك كامله مشتته بالكوارث، كلشي ولاد ولد بنات ولدك هما لحداك. كون كنتي انت ام صالحه فعلا، ملي سمعتي البنت كتكلاشي في الام ديالها، قول لها صوتي حشومه امك هذيك، كتبقى امك دير اللي دارت، كتبقى الام ام ديالك ضربت لك تماره بنتي وتسكتيها، ماشي البنت حداها كتصور فيديو وهي كتعاون فيها، والاب ديالها كيزند لهم في المجامر اياه كلاشي وديروا ما بغيتو ما كاينش مشكل، ومزيده البنت بواحد الثقه في النفس كدير سمقلقه من ما، وكتكلاشي الام ديالها وكتضحك كتسب ما وكتضحك، وتخرج السعاد تقول لك تكيسو عليها، تكيسو عليها شويه يا زعما تكيسو عليها سعاد، ما كاينش نتكيسو عليها سمحي ليا، واخا شاركنا الطعام واخا كنعرفك ما كاينش غنتكيس عليها. حنا كنحاربوا الظاهره الاجتماعيه، لان هذه راه بنتك راه مؤثره، بنتك راه متبعانه بزاف ديال الناس، بنتك راه كتنشر السخط والفساد وعقوق الوالدين. ملي ما بغيتيش انت نسبتو ما نبقاش ندافعوا عليك انت، ما نبقاش ندافعوا عليك انت، ولكن بنتك غادي نعطيوها للراس تتش الطريق، ما بغاش تحيد اليوتيوب الا كانت قاصره. هادشي اللي كنعرفو، ينوض اللي بغى ينوض، اللي قاصر ما يديرش اليوتيوب، هادشي اللي كنعرف انا. ولا كنتو قلتو قاصر يديروا اليوتيوب، انا كما قلت لكم غدا نجيب شي واحد من الزنقه ولا شي وحده من الزنقه نجلسها معايا ونقول لها خرجي عطي من اليوتيوب، ديري اللي بغيتي في اليوتيوب، راه كتبقى قاصر. هادشي اللي كاين، ملي ولا الاب راه علامه اكثر من علامه الساعه، هذه الاب مجلس بنت وحده عايري الام ديالك باش تربحوا الفلوس، عايري الام ديالك المحتوى ديالهم هو سعاد يعايروها،
والسعاد يعيروا بناتها، هذا هو المحتوى ديال بناتها. ما فهمتش انا شاد التربيه واش هاد الجيل المتخلف ولا شاد النم ملي ولا الامي وجاهل ديال الخلاق مكلخ يشد الخلصه ديال الوزير، راه هادي راه علامه الساعه الكبرى، هادي علامه الساعه الكبرى. اش قلت لكم انا ما كرهتش اليوتيوب، كنت سدد اليوتيوب المغربي ولا يديروا كل اللي حال شي قناه يجيب لهم الدبلومات والشواهد ديالو. انت عندك دبلوم في الطبخ افتح قناه ديال الطبخ، انت عندك دبلوم في هذه تفتح قناه في المجال اللي عندك واللي قاري عليه واللي غتعطيه افاده للناس يستافدوا منك، ماشي غتحط لي يوتيوب المعاطيه ولا غدير لي روتين اليومي تكوز ليا في اليوتيوب انا وتقول لي عندي قناه. شكون باقي باغي يخدم وشكون باغي يزيد بالبلاد قدامه؟ ما فهمتش والله القسم. لا انا بداك يكوني خاطري ملي كنشوف هادشي، ما فهمتش واش المتتبعين كاملين واش الناس كاملين بحالي، والله اعلم. انا ملي كنشوف شي حاجه ما كتعجبنيش راه كنتقلق كنعبر على داكشي اللي كنحس به. سعاد بقات فيا لانها ام عانات تمحنت ضربت التماره باش كتسني تجني الثمار ديالك. هاد الثمار ديالها شنو هو؟ ها هو مشى دار بروجي مع مرات الاب، مشى عايش السعاده مع وحده اخرى. الثمار اللي ضربت ليه سعاد شحال من عام ضربها في الزيرو، مخرج بناتها اللي كتسنى فيهم انهم تكبر ويردوا لها شويه ديال داك الجميل اللي دارت معاهم، خارجين كيقولها ام غير صالحه، ام فاسده، ام مفسده. باش تعرفوا الكبده ديال الام صعيبه، الكبده ديال الام راه صعيبه بزاف. انا فعلا ما مجربش الكبده ديال الام، ما مجربش الكبده يعني اللي ما عنديش ولاد ما عنديش الكبده، ما مجربش الكبده عليهم. سعاد غير حسوا بها الامهات كثر، انا نقدر ما نحسش بها، نقدر نقص على سعاد في هذا الفيديو لانني ما حاسش بها نفس الاحساس، ولكن ما عرفتش كتجيني في شكل ان ولدك على قوس الله اكبر على ان ولدك يخرج يعايرك في اليوتيوب وتخرج تقول دافع عليه تقول لي محب ما عافاك ما تعايروش. ولدك راه كيدخل بزاف ديال الفلوس داك السخط. المهم الاذان اخوتي، كثروا اللايكات والتعاليق والبارطاج فضلا وليس امرا. حتى الفيديو ان شاء الله غندير فيديو مورا هذا على ودك البروشه الصغيره اللي خارجه كتجب بها حتى هي. والسلام عليكم.